Yeah.
Lord, the source of your servants who have fallen asleep, our fathers and our brethren. Praying for our fathers and brethren who have fallen asleep and repose in the name of Christ since the beginning. Our holy fathers, the archbishops, our fathers, the bishops, our fathers, the hegumens, our fathers, the priests, our brethren, the deacon, our fathers, the monks, and our fathers, the laymen. And for the full repose of the Christians, that Christ our God may repose all their souls in the paradise of joy. And we too accord mercy unto us, and forgive us our sins. Lord, amen. إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوطن وطرح العلماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي يعرفه الخطبة الكامة والتنهد في نور القديس. فقم أنساد في الأمر الذي رسمته كما وعيدك الحقيقية غير الكاذبة أعلم خيرات مواعيدك ما اسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما عادت يا الله لمحب اسمك لأنه لا يكون موت لعبيدك يا رب بل هو انتقال وإن كان قد بحكم توان أو تفريط كبشر وقد سكنوا في هذا العالم كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد في اسمه وكل واحد من اسمه يا رب نيحه واغفر له فإن ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين قصني بوسهم نايحهم وليستحق ما لكوت السماوات أما نحن وكلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أماما وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفاءة القديس يا رب ارحم يا رب
مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وخبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين عليك ولا تدخلنا في تجربه لكن فنجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا انك الملك والقوه والمجد Embarrassed us, but show us the way to the end. To rose is no answer. To embarrass us is no end. To mask us is no embarrassment. Love for us, it's a beautiful soul, so to say.
Yeah.
my disciples, many proud Francis men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you have not heard them. But blessed are your eyes for the seeing, for the hear. You will be worthy to hear and to act according to your holy gospel through the prayers of your saints.
اللهم لما يستحق الله المعظم لما تقدر
السيساني بابا مطرح طريس صغر في مدينة عثمان اسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبيين وسائر ساقفتنا أرثوذكسية كل موضع كل ديرة أبانينا الأرثوذكسيين صلوا من الخاص العالم ودينة نازية وسلم المدن والأقاليم والجزائر والأندير يا رب ارحم كل كورة والكرة وكل زيناتها ونجنا كلنا من الغلاء والوباء والزلزال والغرق والحريق وسبي البربر ومن قيام الغراطية يا رب ارحم تفضل يا رب اوية السماء وثمرات الارض ومياه النهر وزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنه لكي يبارك المسيح لنا حنا على الولاة التي صنعت يدا ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم صدق من ذاك نمتك فنحن في الارض يروى حرص وتكسر اسمارا عدى بزرع الحصاد وتدبر حياتنا كما يليه باركك لي لسانا بصلاح من اجل فقراء شعبك من اجل ارمله واليتيم والغريب والضيف من اجل نقبنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. Gracias.
أن يأخذ صلاته وصلاة بيدك أبارك وزبت أحمدك أبتع كل وتزمت أنك من الزرعين درب الشباب أول غير عبد الزعب قلب أقول في السلام حبا السيد عبد الزعب البشر في صلاة حب البشر اللهم إنا عبدنا محمد بداية بيت محمد نحن لنا أفوك من كمر أولا المقدسة أنك أنت ولا من تعز وسبوت تلك المعرض كل سبب صلاتك الآن وكل أوان ورد وردود كل أمين أمين كمينا Oh.
لكن من البركات بتاعت النهارده ان بيباركنا وبيشرفنا نيافه الانبا انجيلوس. والحقيقه يعني من الحاجات الحلوه ان احنا ناخد بركه وجود سيدنا انبا انجيلوس، وهو بالمناسبه او بافراح اليوم ديت يحب ان هو يقول كلمه في المناسبه ديت لينا كلنا. زي ما قلنا عليها عدة أفراح، من أولهم اعتماد الكنيسة بالكل اللي كان بيفرح بيه أصلا، يعني الكل اللي كان بيفرح ببابا كيرلس وسيرته والمثال اللي اداه الكنيسة كلها في القداسة. بنحتفل برضه بسيدة أنبا لينا ملاك البروشية، ملاك الكنيسة، وهو فعلا ملاك كل صفاته وشخصيته. It's a blessing to be here with you today, and it's a blessing to be able to share in this very special day, being a day in which we celebrate the feast of the late Pope Gregory the Sixth, and also the angel of this new diocese, this very special day. I had the blessing and the honor of being with your children over the weekend at Niagara Falls. I hope they will come back safely. Yes? For those of you who wanted them to stay for a few more days, I'm sorry, but we had to bring them back. but it was actually a joy. It was a blessing to be with them. And I've been coming to this church for I think about 13 or 14 years serving the youth. And I know what a blessing it is to have the fathers here and the servants and the young people. And that this will be a great support to Sayyidina Anbar Lina in establishing this diocese and in serving this diocese. But you also have received a wonderful blessing in Sayyidina himself. Being someone who follows in the example of Christ, being meek, being humble, being wise, being loving, which are really all the characteristics you want out of a shepherd and a father. A father to the whole diocese. It is the most difficult thing in the world, being a father to such a diverse group of people. From priests to laity to servants to everyone. Yet God gives a special grace. It is a gift to be able to love all and to make all feel valued and to make all feel equal and to make all feel as an individual. And I think that over the next weeks, months, and many, many years to come, that is what you will find in Sayyidina Anbar Lina. A father who out of his meekness and love desires only to serve his children. It's a special blessing for me to be here today. I've actually just finished the retreat and I'm on my way back to London later this evening. So I'm leaving from here straight to the airport, straight back to London. But I thought there is no way to be here on a day like this and not come and receive Sayyidina's blessings and your blessings and to be part of this very joyous day. It's wonderful to have a church, but to have churches within communion, within unity, with a common vision, with a common strength, with a common mission in the world is something that is wonderful. And that is what you will have in your diocese. So Paul speaks about having many gifts, but one Lord. Many abilities, one vision, and one mission. And that is to be light. And I am sure that this
one of the newest dioceses of the Coptic Orthodox Church, will be a light to all in this country. It will be a light that demonstrates the presence of Christ, but also that draws people to Christ. And there is an example of yourselves living with God, but also presenting God to the whole community. I wish to congratulate Sayyidina on his first anniversary. I wish to congratulate you on having Sayyidina, and I congratulate the whole church on his first. سيدنا الأنفانجيلوس ومحبته الكبيرة اللي دايما بيضمرنا بيها، والحقيقة وجوده معنا الليلة ده لمحة يعني ليه معنى كبير بالنسبة لنا. الحقيقة الآباء كلهم يحبوا إنهم يتكلموا ويعبروا عن مشاعرهم في الليلة ديت، لكن لما نحسبها كده لو كل أب من الآباء اتكلم يعني هتقعدوا هنا معانا الصبحية. عشان كده في بعض الآباء هينوبوا عن بقية الآباء في كلمات تهنية لسيدنا بامينا، ونبتدي بكلمة من أبونا المحبوب أبونا أثناسيوس كان. Your Grace and Bamina, Your Grace and Angelus, my father's a priest, and my fellow Copts, it is indeed a very joyful day in which we celebrate the feast of Pope Carolus, recently sainted by the Holy Synod, and also the first anniversary of our beloved Bishop Abba Mina. And I thought to share with you something about the office of the bishop according to the Didascalia. The Didascalia, or in Arabic, the Skulia, is a first or second century Christian composition that contains rules put by the apostles in the church. And it speaks a lot about the bishop, and I would like to share with you what the Didascalia says about the bishop. First, the word bishop comes from the Greek episkopos, which means overseer. And if you want to translate this into Arabic, it means nazir. زي الناظر المدرسة، الكهنة يبقوا المدرسين وانتوا التلامذة. First, the Didascalia describes the bishop in various ways. I will quote a few quotes as we go through them. We assert that everyone shall stand and confess and believe in what has been allotted to him by God, that is to say, the bishop as a shepherd. So the bishop is a shepherd. And then it tells us, of all the clergy, he is the counselor, a shepherd and a counselor. The chief in the eldership of the church. So he is the chief elder. And the word elder in English is a translation of presbyteros, which means a priest, the chief among the priests. And then we are told, the bishop is the watchman who is appointed over the church. And to support this description, the Didascalia quotes Ezekiel 33, verse 7. I have sent thee for a watchman unto the house of Israel, that thou mayest hear the word of my mouth, and take heed, and preach it as
وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبل رقيب. Thou also, O bishop, are made the physician of the church, the physician of the church. Therefore, do not restrain the medicine that thou mayest heal those that are sick in their sins, but cure them by every means and make them whole and establish them safe in the church. And they also quote this verse from Mark 2:17, the whole have no need of a physician, but they that are sick, لا يحتاج المصحاء إلى الطبيب بل المرضى. يبقى الأسقف هو طبيب الأمروشية، يشفي الأمراض الروحية بتاعتنا. And then we are told, therefore you are to your people a priest, and a prophet, and a chief, and a governor, and a teacher, and a mediator between God and the believers, a receiver of the word, a preacher of it, an evangelist of it, a knower of the scripture and of the words of God, a witness of his will, who will bear the sins of all men, and you will give account concerning all men. Once again we are told, it is required of thee, bishop, that thou care for all men as a faithful steward. So he's also a faithful steward. Wakil Amin, Mu'ayyan min Allah. And then, I like this very much. Consider therefore the bishop as the mouth of God. The mouth of God. And finally, they describe the bishop as the servant of the everlasting kingdom. There are a few requirements of the bishop that I would like to share with you. It is better that he should be and remain without a wife, but if not, that he be the husband of one wife only. So, الدسقلية بتقول إيه؟ يستحسن إنه يكون غير متزوج، ولكن إذا كان متزوج فيصير زوج لامرأة واحدة. As a matter of fact, up until the 4th century, there were married bishops in the church, including Saint Epiphanius and the father of Saint Gregory Nazianzen. O bishop, strive to be pure in thy works and know thy place, that thou art appointed in the semblance or in resembling God Almighty. You are appointed to be an example of God Almighty. And then we are told, it is required of the bishop that by means of his doctrine he should be a preventer of sins unto death, an exhorter to righteousness, and by admonition of his doctrine a guide to good works, a glorifier and exalter of good things to come that are promised by God in the place of eternal life, and a preacher also of the future wrath by the judgment of God, by the threat of cruel fire, quenchless and unbearable. And then, as a word of advice, in this, therefore, let our Savior and King and God be to you a sign of bishop. Be like him, that he may be gentle and humble, and merciful and clement and a peacemaker. Then it speaks about the burden of the bishopric.
Do not imagine, O bishop, that the burden of the bishopric is light and easy one. And I think Sayyidina has already discovered that. But it also speaks of the reward of the bishop. There is a burden, but there is a reward. Ye again are those to whom is promised by God a great reward that will not disappoint nor be snatched away, and unspeakable grace in that great glory if you serve well the tabernacle of God, which is the Catholic Church. So the reward is great. There is a piece of advice to the people to respect the privacy of the bishop. Let the people have great boldness with the deacons, and let them not be troubling the bishop at all hours. But whatever they require, let them make it known by means of the deacons, for not even to God Almighty can one approach save by means of Christ. And to summarize, what the Didascalia tells us is that the bishop is a shepherd, a counselor, a chief elder. He is a watchman, a physician, a priest, and a prophet, and a chief and governor, and a teacher, and a mediator between God and the believers. He is a faithful steward. He is the mouth of God. He is the servant of the everlasting kingdom. Sayyidina Shem Rumbi, كل سنة وانت طيب وربنا يدين كهنوتك علينا سنين عديمة عديدة وأزمنة سالمة. وجود سيدنا في وسطينا و
وربنا أيوة حتى نقول مبروك يا سيدنا لك أن ما تتركليش قولوا لي ربنا يكون معك لتحمل هذه المسؤولية. ربنا يديك نعمة يا سيدنا أكتر وأكتر وتعلمنا وإحنا تلاميذ تحت عند رجلين نتعلم منك. وإن شاء الله كده الروشية بتاعتنا تبقى روشية كارثة وروشية جامعة كل الكنائس وتكون واصلة مش بس للأحباب بتوعنا وأولادنا، بالعكس تكون منارة لكل الكنديين المحيطين حولينا وفعلا يكون تأثير كبير من هذه الأخرشية لكل شعب كندا. إلى أن كل مرض وكرامة إلى الأبد. طبعا أبونا يانس لما يقول أنه هو كان بيزور أبونا بفنسس ويأخذ بركته، البركة دي معناها أن يطلع كده في المضيفة بتاعة الأباء الكهنة، وسيدنا على طول كان منتهى الكرم، كان يغزي أي واحد فينا يروح بصراحة يعني، يطلع كده يعني، كانت لا يمكن تطلع فوق وتنزل فاضي يعني لازم. فده بمناسبة كلمة أبونا يانس، أبونا أنطوني السمعان حيقول لنا كلمة. لما الآباء اجتمعوا وقالوا ان سيدنا البابا ابن بطرس يفكر بيعمل لينا اسقف في نواحينا في كندا، اجتمعنا مع بعض ففكروا قلت لهم قالوا يعني اسقف العظيمه ده ايه؟ قلت لهم احنا عاوزين اب، عاوزين ايه؟ اب. وربنا استجاب الحقيقه للطلبه دي. النهارده عيد البابا كارلوس، والبابا كارلوس كان يقول لي لما حد يجي يقول له حبيب ايه؟ وهو جاب لنا حبيب جاب الابوه كلها يعني، كل واحد دلوقتي بغرض من لمبه لينا حس فعلا يقول له تعالى حبيب ابوك. فنشكر ربنا ونشكرك يا سيدي على هذه الابوه قبل ما يكون في تدبير وتعليم وكل حاجه. الابوه تعليم ممكن نتعلمه ونسمعه وناخده من شرايط، بس الابوه ما تبقاش من حاجه ابدا غير من ربنا. دي نعمه خاصه من الله الاب. الابوه بتيجي من الله الاب. فنشكر ربنا جدا جدا ان اول حاجه ادانا زي ما كان سيدنا المتنيح القديس الانبا كرولوس والحبيب ابوك ادانا الأنبا لينا الأب. هو صحيح يعني أرى منه ككاهنة أو كعلمانيين تحس إنه أب. فربنا يزيد قوتك علينا يا سيدنا ويفرحنا بهذه القوة اللي تربطنا بشخص الله الآب. ولما نرتبط بشخص الله الآب نلاقي فيه الإبن الحبيب، ولما نرتبط بالإبن الحبيب نلاقي الروح القدس الذي يعمل في الكنيسة. الحاجة الثانية اللي الحقيقة حسناها في سيدنا على طول في الفترة دي الخبرة المعاشة. الخبرة المعاشة يعني فيش كلمة ولا سيدنا أو عظة من المدبوس لأعمال إيه يتكلم عن خبرات معاشة مع الأباء القديسين ومع بابا كارلوس ومع مارينينا. حياة معاشة مش مجرد معلومات. الخبرة المعاشة مع القديسين من خلال الرحلة الطويلة في حياته كراجل وكأسقف عام في كنائس مصر القديمة، وخد الخبرة الحلوة بتاعة مشاكل الناس والخطايا المتنوعة المصرية
وجينا عشان ياخد الختايه الكنديه بقى ونرفع ذلك للسكس. وزي ما كان احد الاباء الاساتذه بيقولوا انتوا عندكم في نورث امريكا كل حاجه كينج سايز حتى الخطيه كينج سايز. قلت له يا سيدنا كمال النعم عندنا كينج سايز لانه هتكسر الخطيه تزداد النعمه جدا. فما تخافش يا سيدنا ما تبتعدش من خطايانا ومشاكلنا وقرفنا، هتلاقي نعمه كبيره قوي تسند نيافتك طالما نيافتك وقوتك وحبك وصلاتك عنا كل امور تمشي تبقى زي الفل. الحقيقه مع الخبره الحلوه المعاشه والقديسين بنشوفها سيدنا بنشوف التدبير والتفكير المرتب المنظم، وده طبعا كتاب يعلمنا ان كل شيء لازم يكون بحسب نظام الترتيب. ترتيب حلو، حتى سيدنا المسيح لما جه اكل ال 5000 قال اجلسوهم فرقه 50-50. الكنيستنا كنيسه نظام وترتيب وطقس، وده روح الروح الحلوه دي تنتقل من خلال اسقفنا الحبيب الاندمينا من خلال ارتباط بالطقس وارتباط بالتنظيم. وحتى في لقاء معاك اباء كان او في كنت مطلوب معاك تشوفوا قد ايه هو بيحب كل حاجه يأيدها ويتابع ويتابع بترتيب ونظام حسب الكتاب المقدس. اللي حسناه ايضا الاتضاع حلو، اتضاع لذيذ. افتكر ان كان لينا حظ قوي سيدنا وصل وجه صلى عندنا في سان كاترين خميس العام، يا سلام حاجه عظيمه قوي صلى معانا خميس العام. وبعدين من بدري قوي جه وعمل قداس اللقان وبعدين غسل اقدام الشعب كلهم وبعدين قدمت الليه وغسالة وبنيته وقعد وقال يا ابونا تغسل الليل كمان. انا قلت ايه ده؟ انا اغسل الليل اسقف ازاي ده؟ بمنتهى البساطه والاتضاع. هذا دي روح المسيح، دي روح المسيح، لان في الاتضاع بنلاقي المسيح، لانه احنا قاعدين كده نغسل جنب بعض نلاقي المسيح قاعد معانا بيغسل رجلينا كمان. الحاجه الثانيه اللي بعد كده السلام الهدوء، يعني عارف تقعد مع سيدنا كده تحس بالهدوء. الواحد يبقى عنده مشاكل او متعب بس تقعد شويه كده معاه تلاقي يتصرف اليك بالهدوء. واحنا محتاجين قوي قوي الهدوء، لان بيقول كده الكتاب الهدوء والطمانينه تكون ايه؟ قوتكم. اخر حاجه بقى سيدنا ياما شبع الناس في مريمينا، كان ياكلوا فطار فطار وفي الصيام الفول بتاع مريمينا ده ايه؟ محدش كان ينساه الفول بتاع مريمينا. فاحنا السنه هنا بقى سيدنا بيقول لك نيافتك شبعان وتشبعنا بس مش فول مريمينا، تشبعنا فول طيب. بيشتغل اوفر تايم مش فول تايم يعني. احنا هنكتفي بالاباء اللي اتكلمهم وهيتكلم عن السمام في الارض فاكثر. فجأة كده جه سابونا وقال لنا ايه؟ في اسقف حاجلنا يا ولاد. انبسطنا جدا والشمامسه بمنتهى الفرح والحماس. اتلمينا وكل يوم تقريبا almost every day كنا بنجتمع نشوف الطقس ونراجع الالحان هنستقبل سيدنا ازاي ونعمل ايه ونمشي من هنا ولا نمشيش من هنا. واتعملت مجموعات، مجموعه هتستقبل في المطار، مجموعه هتستقبل في الكنيسه، وحاجات كتيره الحقيقه. وما كناش الحقيقه زي الاباء الكهنه نعرف حاجه عن سيدنا خالص بامان، غير اللي كان ابونا انجيلوس يقول كان يقول لنا يا اولاد ربنا بعت لكم ملاك يرعاكم ويرشدكم. ربنا فعلا بعت لنا ملاك، مش عارف اقول ان صح شغل اسمه ايه، ربنا بعت لنا ملاك فعلا يرعانا ويرشدنا. واحنا من اول دقيقه خدنا بالنا من الحكايه دي، رحنا المطار وكنا مش عارف حوالي 50 شماس.
وكان الشعب عدد كبير جدا، يعني ما لا يعد لا يعد ولا يحصى. وبعدين كان من كثر العدد حتى حصلت مشاكل في السكيورتي في المطار، الناس اللي راحت. ومع ذلك نبص نلاقي سيدنا خرج يشوف الناس دي كلها يقف، والارهاق باين عليه، يعني كان صعبان علينا كلنا، ويصمم انه يسلم على واحد واحد في الشعب وفي الشمامسه، الكبير والصغير، الحقيقه الكبير والصغير، ولم يتضامن. وبالعكس الابتسامه كانت على وشه بمنتهى الحنيه والهدوء، عادانا بالهدوء بتاعه. طبعا احنا كده رايحين ومشدودين، اتعادينا بالهدوء. سيدنا لما اجى الكنيسه بعد كده كل الناس حبت تقابله، واحنا كمان في شمامسه عايزين نقابله، عايزين نقابلك يا سيدنا. طبعا المفروض متوقعين انه ايه، اوكي مثلا الثلاثه اللي بعد اللي بعد اللي جاي هنتقابل او حاجه زي كده. في نفس الاسبوع سيدنا نزل وزار فصل فصل من دروس الالحان، وقعد وقت فيه. يعني لما ابونا انجلوس بيقول ده اشتغل اوفر تايم، الحقيقه كلمه اوفر تايم هنا ما تكفيش، مش عارف بعديها في ايه. صار فصل فصل من دروس الالحان، الصغيرين خالص الكبار جدا جدا من المحترفين والحاجات دي كلها. اخر حاجه عايز اقولها فعلا يا سيدنا، ربنا يخليك لينا، وانت ملاك فعلا جيت لنا وتعلمنا منك كتير. واخر حاجه عايز اقولها ان سيدنا مع اعتذار المعلمين والشمامسه معلم في الالحان فعلا، ومعلم في الطقس، تعلمنا منه كتير. احنا كنا فاكرين ان احنا بنفهم، احنا ما بنفهمش حاجه خالص. حق الكلام. ربنا يخليك يا سيدنا وربنا يبارك وتعيش وتعلمنا يا سيدنا. فكرة ممكن نسمي سيدنا رئيس ملائكة، لأن هو رئيس الأباء الكهنة، والأباء الكهنة بيطلق عليهم كلمة ملائك، وهم إن سيدنا يطلق عليهم. الحقيقة سيدنا بمينا في حاجة يعني ينظر إنها تحصل مع أبوه، وهو إن يشترك في رسالته اثنين أباء بطلة. يعني اي اسقف هيسمه ايه؟ بطرك واحد. لكن سيدنا ابا مينا رسمه ابينا المتنيع البابا شنودة الثالث، رسمه اسقف عام. وسيدنا بابا تردوس رسمه اسقف على الاغرشيه. فيعني مفيش اب اسقف بيترسم باتنين اباء بطركه. ودي نقطة يعني لها مدلول كبير خالص، ولها معنى كبير قد ايه ربنا فعلا بيدي بركة خاصة لسيدنا أبا مينا. وبنقول ان احنا فعلا سيدنا محظوظين ان ربنا سمح ان احنا نكون ولادك ونتمس تحت رجليك ونتمتع بوجودك معانا وبصلواتك من اجلنا. وعشان كده قعدنا كمجموعة آباء نفكر ايه اللي يعني ممكن نقدمه سيدنا. بالمناسبة دي صعب قوي لما يعني هتقدم سيدنا ايه، ده سيدنا بيدينا كلنا وبيقدم لنا كلنا ومهتم بينا كلنا. وسيدنا قبل زي ما سمعتوا قبل الأسقفية يعني كان مأكل كل الآباء، يعني مش مأكلهم كده يعني، مش قصدي سيدنا بمعنى التالي. كان فعلا بيأكلنا يعني بيغذينا. فعشان كده الأرياء اتفقوا ان احنا نرسم صورة سيدنا مع الاثنين لآباء البطاركة اللي رسموا سيدنا. وعشان كده بننتهز فرصة ان احنا نقدم الصورة دي لسيدنا في اليوم ده هو كهدية.